بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة موضوعنا تفسير رؤيا سورة التوبة لمن رآها في المنام. تفسير سورة التوبة في الرؤيا، إذا كانت سورة كاملة لها تأويل، وإذا كان الآيات منفصلة أو مخصصة فلا تأويل. إن شاء الله هنوضح لحضراتكم تأويلات على قد ما نقدر، توضيحات على حسب الوقت يعني. طبعا بالنسبة لسورة التوبة لمن رآها، تشير على أن صاحب الرؤية من الصالحين أو من الناس الكويسة، وتشير على أنه يحب الناس أو يحب مرافقة الصالحين. وإن شاء الله صاحب الرؤية دي إشارة لي ان هو ان ربنا يرزقه التوبة قبل ايه موته، او يكون من التائبين دايما دايما بيستغفر ويتوب لله عز وجل. طبعا والاهم من ده كله، اللي بيشوف صورة التوبة في رؤيا ده دليل على ان الله عز وجل هيبرأه من النفاق. يعني انسان يكونش فيه عنده نفاق، والنفاق ده والعوذ بالله في الدرك الاسفل من النار، كما ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز. طبعا بالنسبة لسورة التوبة، اللي بيشوف ان هو بيقراها كلها خلاص لحد ما خلصها وامن النوم، ان هو شاف ان هو خلصها كلها، فده الدليل على ان الله سبحانه وتعالى يبرأه من النفاق، يبرأه من النفاق، براءة من الله عز وجل. طيب اذا كان واحدة شافت ان هي قرأت سورة التوبة خلاص، فده دليل لها على برضو ان هي من الورعين، او ان ربنا سبحانه وتعالى يرزقها التوبة تكون من التائبين. طيب لو حد من العصاة او الذنوب او المعاصي، فده دليل اللي هو لو شاف رؤيا، ده دليل على ان دي بشارة من ربنا ان هو هيتوب ويرجع لربنا سبحانه وتعالى. طيب لو حد مظلوم وشافها، فده دليل على ان الله سبحانه وتعالى هينصره خلاص، ويبين ظلمه ويبرئه من الفتنة. دي براءة من الفتنة، براءة من الفتنة. إذا اتهم في فتنة أو في شيء معين، فده لصاحب الرؤية ده دليل على البراءة من الله عز وجل، إن ربنا هيبرأه من الفتنة اللي هو أصاب بها، أو الادعاء، أو شيء اللي هو اتهم به أيا كان، فده دليل على البراءة لي. طبعا بالنسبة لصاحب الرؤية، إذا كان من أصحاب الدين او رجل ملتزم او واحدة ملتزمة، فده دليل ان هو او هي بيحب الناس الصالحين، او يحب يقعدوا يسمعوا للعلماء والناس اللي هم ذو علم وذو ورع، اللي عندهم علم وفير او علم نافع للاخرين، بيحبوا يسمعوا ويقعدوا ويتناقشوا كل واحد على قد مقدرته. يعني مثلا واحدة زي واحد، فإذا كان واحد فده بيحب يجلس مع الناس اللي هم صالحين، ممكن يقعد معهم كمان أي حد سيان كان من جنبيه أو بعيد، فبيروح يقعد معهم، يحب يقعد كده، لكن يحبش يقعد من الناس اللي هي مش كويسة. تلاقي طبيعي عنده نفور من إن هو يتعامل مع الناس اللي هي مش كويسة. أول ما يعرف إن الشخص مش كويس، تلاقيه لوحده كده اوتوماتيك كده ما عندوش قبول ان هو يقعد معاه، ما بيحبش يتكلم معاه. ولكن الناس الكويسه على طول دائما دائما يحب يقعد معاهم ويتكلم معاهم. فاحنا قلنا بالنسبه لسوره التوبه، الاوجه التاويل بتاعها اللي شمول الرؤيه الصوره كلها، بتشير على حب صاحب الرؤيه للناس الصالحين، حب الناس اجمعين، يكون إنسان في توبة مستمرة أو يرزقه التوبة قبل الموت، يعني نوع من حسن الخاتمة. إشارة أخيرة لهاية بتشير على براءة من الفتنة، وبراءة من النفاق، وبراءة من الظلم، وبراءة من حاجات كتير، مع النصر والنصر والبراءة بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا دي بعض التوضيحات لهذه الصورة، واللي عنده أي حاجة يكتب، وإن شاء الله
هنرد على حضراتكم، وبإذن الله تعالى أرجو اللي بيشاهد يعمل لايك ويدعم القناة عشان توصل بإذن الله تعالى، وإن شاء الله هرد على حضراتكم. والوصف فيه في توضيحات كتير، لو حد برضو يحب يطلع على الخط يدخل على الوصف، وفي برضو بعض التوضيحات في لهذه الصورة بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.